يا حمزه انا غير الكابتن ربيع برضه وغير الكابتن الشناوي. محليا طبعا كابتن محمد الشناوي ده بالنسبه لي ده رقم واحد وملوش رقم اثنين بالنسبه لي انا. فمثلا ان هو كجون منتخب مصر كجون مش عارف ايه هو رقم واحد بدون يعني رقم اثنين اللي بعده فرق كبير كبير قوي. وعالميا بقى بحب اثنين قوي الصراحه، بحب اليسون وبحب تيرشتيجن. اليسون البرازيلي بتاع ليفربول، وبحب تيرشتيجن بتاع برشلونه. تيرشتيجن انا بحب تيرشتيجن عشان انا ما قلتش نوير ليه؟ طبعا كنت مستني نوير. ما عشان كل حد بقى بيقول نوير نغير شويه. لا بس انا بحب تيرشتيجن عشان انا بحب الجون اللي بيلعب برجله يعني. بحب. طب ده ما فيش اكتر واحد بيلعب برجله غير نوير؟ تيرشتيجن. لا تيرشتيجن بس يعني نوير. بيلعب الاثنين بيلعبوا برجلهم بس انا قلبي بيقع مع تيرشتيجن لانه بيستنى قوي. ما بيخافش، ما بيجليش. ربنا يزيده ويزيدنا.